استنوا اللايف يطلع، استنوا البث المباشر يطلع. المشاهدين الكرام التحقوا بنا على قناة الشعب، قناة شوف تي في. استنوا البث المباشر يطلع، المشاهدين الكرام التحقوا بنا على قناة الشعب. كي تشوفوا مشاهدينا الكرام على قناتكم قناة شوف تي في، من امام قبة البرلمان معنا رشيدة زبيد فاعلة حقوقية وسياسية. على ذاك المشكل اللي وقع مع الطفل القاصر اللي اغتصبوها ثلاثة وتحكموا بسنتين. شنا الدكتورة جات عندنا كاعية هاد الصباح رافضة لهذا الشيء وتتقول لنا هذا تعسف في حق ديك الطفلة، وبغات توضح وتوصل رسالتها للمغاربة. قدمي لنا راسك في البداية وشنو بالك في هذا الموضوع؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم الدكتورة رشيدة زبيد العلوي المغربي، رئيسة منظمة نساء حزب الأمل، الكاتبة العامة لشبكة رائدة نيتورك بمدينة آخن بألمانيا، رئيسة البرلمان القولي للسلام والأكاديمية المغربية للسفراء الدبلوماسية الموازية بجامعة محمد الخامس بالرباط بالمملكة المغربية. شنو رأيك في هذا الحكم هذا؟ أولا وقبل كل شيء تحية وطنية لدولة الحق والقانون، لدولة دستور 2011، لدولة المؤسسات التي تحمي الطفولة، تحمي الطفولة بمؤسسات قوية، لدولة صادقت على اتفاقيات دولية تحمي كعامة الطفولة، تحمي المرأة، تحمي الأسرة. أنا هنا جيت باش نعبر على غضبي الشديد على التوتر، أندد وبشدة بالحكم الصادر في حق هاد الثلاثة ديال الوحوش. نعم إنهم وحوش بشرية التي نهشت ولفترة طويلة جسم طفلة صغيرة، جسم منكسر، جسم هش. تعرضت هذه الطفلة من طرف هذه الوحوش إلى اعتداءات، إلى عنف مواكب، عنف جسدي، عنف نفسي، عنف وطني. وعلينا أن نلتحم جميعا لكي ندافع على حق هذه الطفلة وعلى كل الحقوق، حقوق الطفلات والأطفال الذكور الذين سبقوها، الذين تم قتلهم بعد الاعتداء عليهم الوحشي. نعم نحن هنا لكي نكون صوت هذه الطفلة ولكي نحمي حقوقها. السلوك هذا بعض المرات تشوفوا الاباء تيسامحوا ماشي بالضروره هذه القضيه، قضية اخرى او لا، فقط يزوجوا البنت بهذاك السيد اللي اغتصبها. شنو راي لك في القضيه؟ انا اش غادي نقول لك، انا مثل هاد الاباء هما ايضا خلال محاكمه المعنيين بالامر، المجرمين الذين قاموا بهذا العمل الوحشي، انا أربط أيضا المسؤولية بالمحاسبة، مسؤولية الآباء الذكور تجاه أبنائهم، تجاه بناتهم. نعم خصهم يتعرضوا أيضا لواحد الخبرة، ليس فقط خبرة نفسية، خبرة ديال العدالة، خبرة قضائية. أنا كنحاسبهم أيضا، فين كانوا ملي كانوا هاد الاعداء هاد الوحوش كي ينهشوا في جسم هذه الطفله البريئه والاطفال اللي سبقوها؟ هاد الشيء راه وصمه عار، عيب وعار، وحنا في دوله الحق والقانون نعيشوا هاد الشيء؟ هاد الشيء راه حرام، هاد الشيء راه عيب. كنحاسب حتى العداله المغربيه، كنحاسب حتى هاد القضاة الذين سمحت لهم النفس ديالهم والتعليم ديالهم والتكوين ديالهم والمسيرة ديالهم القضائية باش يصدروا هاد الحكم. وحنا كنعرفوا بأن القانون الجنائي اللي كان كيحكم بتزويج المغتصبة باللي اغتصبها ونقدنا كلنا من أجله، شنو هاد الشيء؟ يجيو يحكموا بسنتين والقانون الجنائي تيقول من 10 سنين حتى 30 سنة. أنا
مع حكم الإعدام لمثل هذه الوحوش البشرية، مع الحكم ديال الإعدام. مش لأنه بحال بهذه الطريقة غادي يبقاو يتسروا وحدين أخرين على أنهم يغتصبوا وصلوا راح يتحكم بعامين، أولا كاين اللي كيغتصب وداك الشيء تيمشي يفكر أنه تيمشي يفكها بهذا المنطق، يفكوا أنه تيمشي تزوج بهذيك البنيته، شو الرأي ديالك؟ أنا أولا وقبل كل شيء، المحكمة المعنية اللي كان عندي فيها قانون عنف وتعرضت للحايف رغم وجود وسائل الإثبات من طرف هذه المحكمة، والحكم كان جائر جدا جدا جدا، ما كتآمنش بقانون العنف، ما كتآمنش بهذا الشيء، بما أنها أصدرت الحكم ديال عامين في حق ثلاثة ديال الوحوش البشرية اللي نهشات الجسم ديال هاد الطفلة واللي نتج عليه الحمل، شنو هاد الشيء؟ هاد الشيء راه عيب وعار، خصنا نحاسبوهم. واخا كاين الحكم الاستئناف وكاين الحكم ديال النقد، لا 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 لا، انا غنوقف في باب هاد المحكمه، هاد الشيء اللي كدير هاد المحكمه راه عيب وعار، هذا وصمه عار في حق دوله الحق والقانون. شنو الخطوات اللي عازمه انت بحكم انك انسانه حقوقيه ومناضله نسويه، شنو الخطوات المستقبليه اللي غادي ديريها باش ان يعني كامراه بالدرجه الاولى في حق هاد الطفله وفي حق دوك ضدا في دوك الجنات؟ ان شاء الله راحنا خدامين من اول ما سمعنا بهاد الجريمه، وملي سمعنا عاد بهذا الحكم الجائر راحنا كنخدموا حنايا داخل الوطن وخارج المملكه المغربيه بصفتي امثل هاتف النجدة الالماني، لا للعنف ضد الطفوله، لا للعنف ضد النساء. ها عندنا بزاف ديال الاجراءات اللي غادي نقوموا بها، بزاف ديال الاجراءات، ليس فقط باش نقوموا بندوات علميه ومؤتمرات اللي كتحدث على لا للعنف ضد الطفوله، لا للعنف ضد النساء، بل اكثر من ذلك. ان شاء الله غادي نتوجهوا ايضا للمؤسسه الملكيه، الى ما حماتناش دوله الحق والقانون والمقتضيات القانونيه التي اشتغلنا عليها جميعا، اشنو غادي نديرو؟ بقى لنا الملك ديالنا الله ينصرو والله يبارك في مصيدي. مسألة أخرى، هذا السلوك علاش واش المرأة خدات حقها اليوم ولا مازال من هذا الحكم هذا؟ المرأة أبداً أبداً واش خدات شي حاجة من الحقوق ديالها؟ أنا كنهضر على الطفولة، إذا كانت الأنثى الطفلة والذكر الطفل كيتم اغتصاب الجسم ديالو، اغتصاب حقوقه في طفولة متكافئة، زعما يعيشوا حتى هما بسعادة مثل باقي الأطفال، أشنو بقينا ما نقولوا؟ ما عندناش حقوق، ما عندنا حتى شي حاجة، ولكن رغم ذلك بما صفتي أنا رئيسة منظمة نساء حزب الأمل، أنا الأمل وغيري وكل الزميلات ديالي الاتحاديات وفي كل وفي كل الأحزاب، في كل الأحزاب وداخل وخارج المملكة المغربية، حنا الصوت، حنا الحق ديال هاد الطفولة المغتصبة. أنتم وليداتنا، ما غاديش حنا أمهات، حنا أمهات مثل بنت بنت مثل الذكر مثل الأم، مثل الأم التي يتم اغتصابها أيضا في الفراش الزوجية، ما غاديش نسكتوا أبدا أبدا أبدا. الأم تغتصب في الفراش الزوجية؟ نعم، ما كيأمنوش بأن كاين واحد الاغتصاب واحد آخر في الفراش الزوجية، اللي نساء عديدات وبدات المحكمة كاين ملفات وهم يعرفون عما أتحدث، لكنهم لا يؤمنون بذلك. أنا في نظري ما عطاوش الحق لهاد المجرمين ثلاثة وكبار في العمر عباد الله باش ينهشوا الجسم، ومرات متعددة الجسم ديال بنت عندها 11 عام، اش يقولوا النساء المتزوجات اللي كيتم اغتصابهم في فراش الزوجية بمعنى انه يمارس عليهم الجنس بالعنف دون رغبتهم في ذلك، رغبتهن في ذلك، وحتى هذا راه جريمة قوية ما خصناش نسكتوا عليها. شنو الرسالة ديالك اليوم وانت امام قبة البرلمان وعلى المباشر في قناة شوف تيفي؟
أنا أؤمن بدولة الحق والقانون، وثقتي بدولة الحق والقانون لا نهاية لها، وحبي لملكي ولوطني على بويسونس أن لا متناهي. ما بغاوش يعطيونا حقنا، غادي نطلبوا أوديونس مع جلالة الملك. الله ينصرو، الله ينصرو، الله يشافيه، الله يخليه لنا. وأنا أحب وطني، ولذلك أنا لازلت بوطني. كتقوموا بهاد الاحكام ربما بغيتوا تجريوا عليا وعلى امثالي، حنا ما غاديش نخرجوا. ابنائنا غادروا الوطن لانهم مصدومين من هادشي اللي كيوقعوا. عباد الله، انا اؤمن بدوله الحق والقانون، وسوف نحاسب المسؤولين، لان المسؤوليه كنربطوها بالمحاسبه. علاش علاش قولوا لنا شنو هي وسائل الاثبات اللي استندتوا عليها باش صدرتوا هذا الحكم الجائر؟ عامين عامين ثلاثه ديال الوحوش البشريه كتنهش سنين طويله، مده طويله في جسم فتاه عمرها 11 سنه. سمحوا لي، خليتوني مره اخرى امام قبه البرلمان اللي هي المؤسسه التشريعيه، اصدحوا بحنجرتي. اظن بانني ساواصل الصدح بالحنجره ديالي حتى الى ما بقى لي الصوت ديالي، كاين وسائل اخرى. ولكن الله ينصر سيدنا سيدنا سيدي محمد ملك المملكه المغربيه. البنيات الصغار كياكلوا في الجسم ديالهم الوحوش، واعترفوا وحكموا عليهم سيدنا بسنتين. اشنو هاد الشيء؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيلن دانك.